في الساعه 10 ليلا من يوم الاحد الواقع في 5/5/2013 تمكنت عناصر من كتيبه درع الاسلام بالتعاون والتنسيق مع المجلس العسكري الثوري في مدينه قاره من القاء القبض على بعض من ذوي الانفس الضعيفه وممن سولت لهم انفسهم بالقيام بالعديد من عمليات السرقه والسلب وهم عصابه مؤلفه من على طريق وذلك بعد ابلاغهم من قبل اهالي مدينه دراطيه باقدام اشخاص مسلحين على سرقه سياره جيب ودراجه ناريه واجهزه جوال وكمبيوتر من احدى محلات في مدينه دراطيه ومحاوله خطف العامل بالمحل. وقد قامت عناصر المذكوره بنصب الكمائن في مداخل البلده والقاء القبض على المذكورين باليوم التالي وبالتنسيق مع كتيبه الامن الداخلي في مدينه يبرود تم القاء القبض على المدعي عبد الرحمن قاف بعد فراره الى مدينه يبرود وبرفقته المدعو خالد قاف الذين اشتركا ايضا بالحادثه. وتبين ان خالد قاف قد غادر الى بلده عرسان اللبنانيه ولا يزال البحث جاريا عنه حتى هذه اللحظه. علاء، وبصفتك رئيسا لهذه العصابه اريد ان تحكي لنا عن عمليه السطو المسلح والنهب التي قمت بها وتخطيطك لهذه العمليه. قام الشباب بمراقبه صاحب المحل وهم وطريف وباقي المجموعه بمراقبته، وقالوا لي انه هذا رجل انه مخبر وكزاز لكي بتهمه انه مخبر لكي نطلب عليه مال وفديه. وعندما راقبوا عامل المحل وكذا قمت انا بجلب سياره ستيشن وثلاث بواريد روسيه معبئه المخازن وتسليمها الى طريف يذهب هو وباقي الشباب الذين معه للقبض عليه وجلبه بتهمه انه مخبر للتفاوض عليه بالمال. طريف، اتجهنا انا وافراد المجموعه بعد ما خططنا لاخذ عامل المحل، اتجهنا الى مدينه دراطيه. رحنا على المحل، نزلت انا وواحد من افراد المجموعه لجوا، طلعت العامل وطلعنا. واحد من الشباب شال لابتوبين وحطهم بالسياره الفورد معنا، مشينا بسرعه ضربنا بالدوار بساحه الشاطئ. وقتها ضربنا بالدوار تخربطنا، يعني ما عدنا نعرف شو نعمل. نزلنا من السياره، العامل راح هرب، رجعنا على المحل، اخذنا مفاتيح السياره واخذهم احد افراد المجموعه واحد قاعد يدور السياره. فات كمان واحد ثاني من المجموعه اخذ الخليويات، اخذ خليويات ولابتوبين كمان وهذا، وطلعنا من الضيعه. نحن اتجهنا لهون باتجاه آرا، كان في مجموعات هون عاملين كمائن على الطريق مسكونه. علاء وعدنا انه يعطينا ثلاث بواريد وسياره اذا جبنا له هذا الشاب. ونحيطكم علما انهم جميعا من اهالي حمص المحاصره ومقيمين بالمنطقه حاليا، والتحقيقات مستمره معهم بمعرفه هيئه المحكمه الثوريه في قاره لبيان اقدامهم على اي عمليات سلب وخطف اخرى في المنطقه. دون تراجع او هواده، النصر يم الشهاده.